أنا آسف يا زينة. ما تقربش مني. ده ما كانتش أنا. أمال مين؟ مين اللي عمل فيا كده؟ ده أنا بس إيه اللي أنت بتقوله ده؟ زينة أنا بحبك، أنا عمري ما أذيتك ولا فكرت أذيكي. أنت مريض ومحتاج تتعالج، مش ده إبراهيم اللي أنا أعرفه. أنا بقيت خايفة منك. أنا بحبك. أنا بقيت خايفة منك. في حاجة كبيرة حصلت لما كنتي في المستشفى، أنا ما حكيتلكيش عليها عشان خايف عليكي. خالد، أنت اللي قتلت خالد؟ أيوه. لا أيوه ضربته. لا. لحد ما موته. لا لا